والشاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ هلا 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 وسهلا. تفضل تفضل. عندك حدا ياخذ حشاك الحيوان يربط لنا اياه هناك؟ يا سعدو سعدو. ايه عندي تعال اربط له الحمار على راسي تاج راسي. يلا الو تحرك تحرك الو يلا بسرعه. ظبط لنا الناره. امرك معلمي غير في شيء؟ سلامتك. ايه معلم شلونك؟ الله يحييك طول عمرك حبيبنا. انا صار لي كم يوم عم بشوفك رايح جاي بالحاره، يعني معلش عرفني على حالك، مين انت شو بتشتغل؟ ليش انت لك علاقه بالفرنساوي؟ شو دخل الفرنساوي؟ انا بخاف على حارتي من الرجل الغريبه. لا لا تخافش مش غريب انا. انا تاجر عندي مزارع وعندي اجل لك الله بقر وعندي شويه دجاج. ايوه وباجي هون على الحاره ببيع اللبنات والحليبات وشويه جبنه. يعني بتربي يعني بقر وغنم ودجاج. حيشاك حيش السامعين. نعم وعندي مزرعه دجاج. ايوه الدجاج القد عندي ديك اذكر الله ما شاء الله ضربت وما بتخيبش. امس دجاجه ما جابت بيض القد بيض قد باب الحاره. يا سيدي انا ابي بيشتغل بالحداده له مراء يعني عمل مقلايه قد الشام كله. قد الشام كله؟ ايتك الله يزن خاف الله من ليلة شتوى. مقلاية قد الشام؟ اي زخر المقلاية شوية. زخر بيتك لو زخر مقلايتي.